بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم يوميات أم هبة وأيوب. كيف ما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن جلابة اللي أنا اللي خيطتها وبغيت نشارك معكم هذا الموديل. كيف ما كتشوفوا هذا التوب ديال البرد كاشمير وبالنسبه لي هو تيكون غليظ ما يمكنش نديرو فيه شي خياطه اللي تكون ثقيله واللي عاد كتزيد تقلو، فانا اختاريت انني ندير فيه هذه الخدمه ديال الروندا اللي هي رقيقه كيف ما كتشوفوا على الصوره، وزدت عليه شويه ديال الطرز. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. كيف ما تتشوفوا على الصوره هو خدمه اللي هي رقيقه كتجي زوينه في الاثواب ديال الشتاء والاثواب اللي كتكون غليظه مثلا الكشمير او الاثواب اخرى اللي كتكون غليظه كتجي زوينه بزاف. كيف ما كتشوفوا طري صغير الطرس ديال واحد كيجي حتى هو زوين بزاف كيجي انيق. وبالنسبه للطرس فانا اختاريت انني ندير طريزه صغيره كيف ما كتشوفوا اللي هي درتها بالعقده الفرنسيه وبالدويدات. نتمنى تعجبكم الجلابه ديالي وما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير. بالنسبه للاستفسار او للطلب غادي نخلي لكم الرقم الخاص ديالي في صندوق الوصف. ومرحبا بكم ومرحبا بالتعاليق ديالكم. غادي نخليكم هنايا باش تشوفوا الجلابه كيفاش مخدومه وفرجه ممتعه.